بيكم الناس الكل في برايم تايم نعملوا طلة كالعادة لقيت هذا على أهم المستجدات الفلاحية. حابين نواصلوا زادة مع زيت الزيتون التونسي والصراع والعركة الكبيرة. ملف موجود زادة في جريدة المغرب مشكور، ملف مهم جدا نرجع عليه بأكثر ديتاي. حبيت أحكي على الصحافة الإيطالية وتشكيكها في جودة زيت الزيتون التونسي وغزو للأسواق الإيطالية كما عبروا عليه زيت الزيتون التونسي اللي هو بين جني فوائد عجلة، وضعف التعامل مع مخاطر الدعايات السلبية. في موقع مثلا الإلكتروني ليبيرو كوتيديانو الإيطالي في شهر أكتوبر نشر مقال انتقد فيه غزو زيت الزيتون التونسي الأسواق الإيطالية، واللي قالوا أنه بجودة متدنية وبأسعار منخفضة. كما أشار المقال إلى قيام بعض الإيطاليين بتغيير البلد المنشأ للإيطالي، هو في الحقيقة متأتي من مصر وتونس والمغرب، الأمر اللي أثر في صورة زيت الزيتون الإيطالي. الموقع الإيطالي زاد السولو 24 أوريو أشار أنه السوق الإيطالية تواجه غزو من الزيتون التونسي، خاصة وأنه أسعار منخفضة في الليتر تاع زيت الزيتون بزوز أورو كهو 2 أورو كهو، هو من شأنه أنه يزعزع استقرار الإنتاج الإيطالي. وأضاف الموقع أنه زاد لابد من التوجه إلى ثقافة أنه للجودة الثمن. كما زاد في موقع الجيورنالي ينتقد زاد بشدة تدفق غير المدروس لزيت الزيتون التونسي على السوق. وكيف كيف زاد فما موقع آخر والستريت إيطاليا اللي أشاروا أنه هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية خلصت إلى أنه ارتفاع الواردات التونسية إلى إيطاليا دفع إلى ارتفاع عمليات الاحتيال، وين يتم مزج الزيوت الإيطالية بالزيوت المستوردة. على كل المواقع الإلكترونية والصحافة الإيطالية واللوبيات اللي في إيطاليا لتشن حملة تشكيك في زيت الزيتون التونسي اللي عنده جودة عالمية. أي حابين نكملوا نحكيوا على زيت الزيتون التونسي لتونس. كما قلنا اللي تواجه حملة تشكيك في جودة زيوتها منذ 2015، والمساحات المروية ستحافظ على معدلات إنتاج عالية، الاستهلاك المحلي تقل الزيادة وتشجيعه أصبح أولوية مثل التصدير. الزيتون بتاعنا اللي موجودة على 1.9 مليون هكتار، وما يأهلها باش تكون الثانية عالميا على مستوى المساحة بعد إسبانيا، ومن بين الأربعة الكبار المنتجين لزيت الزيتون في العالم. وتونس زادة اللي من أكبر مصدري زيت الزيتون في الموسم 2014-2015، اللي كانت تونس مصدر لزيت الزيتون في العالم، أول مصدر لزيت في العالم. تونس اللي تشكو زادة كما قلنا تذبذب في الإنتاج باعتبار أنه الغراسات مجملها غراسات بعلية مطرية، معناها تمثل الغراسة المروية لزيت الزيتون سوى 3% فقط من مجمل المساحات اللي موجودة. على كل اللي هو زاد شوفوا المرتبة العالمية بخصوص الزيت البيولوجي اللي تحتل مرتبة عالمية مهمة جدا ومرتبة الأولى إفريقيا. الغراسات في تونس مجملها تونسية باعتبار وأنه الهدف الأساسي هو عرض زيت الزيتون بخصوصيات تونسية، والمشيات الغير التونسية لا تمثل سوى 3% فقط من المساحة. وفي تونس يتم إنتاج 7 مليون شتلة وهي تكفي الطلب المحلي، هو فما تمشي تثبيت الأصناف التونسية لإعطاء قيمة وهوية للزيت الزيتون التونسي اللي هو لاوسي متاع الزيتون بتاعنا تقريبا، لأنه عنا في كل منطقة الزيت متاعها، فهذه اللي لازم نخدم عليه لتثبيت الهوية وأنه نعطيه لاوسي لزيت الزيتون التونسي. ماغريكولتور مش نقعد في الزيتون وموسم الجني اللي نشوفه أنه اللي هو كما قلنا انطلق في شهر نوفمبر مع في معظم الجهات، وانتهى موسم جني الزيتون اللي بلغت نسبة الانتاج الوطني متاعه إلى موفى شهر فيفري 2019 تقريبا اللي كمل الكل مقابل 95% من نفس الفترة في العام الفارت. يرجع هذا للنضج المبكر لحبات الزيتون خلال الموسم ولحجم الانتاج المهم خلال الموسم
موسم الفارط، وبالنسبة لعمليات تحويل الزيتون تراجع عدد المعاصر الناشطة في شهر فيفري إلى حوالي 300 معصرة، ونسبة استخراج الزيت من 20 و 28%. وحسب الجهة اللي تقدم المعلومات هذه اللي هي نشوفوا ميخص الأسعار اللي تروحت إلى غاية 28 فيفري المقضي بين دينار ودينارات الكيلو، معنا نحكي على أنفغاك، إما على المستوى أسعار بيع الزيت المستهلك من المعاصر فتتراوح أغلب الأسعار بين 8 و 11 دينار مقابل 9 دينارات ونص و 12 دينار ونص خلال الموسم الفارط. وموسم التصدير انطلق منذ شهر نوفمبر 2018، وبلغت صادرات الزيتون بتاعنا إلى موفى شهر جان في 2019 حوالي 48,944 طن بقيمة جملية في حدود 436 مليون طن، من بينها 4266 طن زيت معلب والبقية زيت سائب. ووجهت كميات المصدرة أساسا إلى أوروبا بنسبة 71%، ثم القارة الأمريكية ب 20%، والأسواق الأخرى سوى 9%. تقريبا كملنا أخبار الفلاحة والمستجدات الفلاحية لليوم. الحرب اللي يعانيها الزيت نتاعنا هذه لازم يكون مسؤولية وطنية، لأنه تثبيت الهوية نتاع الزيتون نتاعنا لازم يقعد متواصل، ولازم الكل الجهود تتكاتف وتتكاثف باش نحاولوا نثبتوا المنتوج الوطني هذايا اللي هو شرف واللي هو فخر لتونس الكل. فان شاء الله ربي يوصلها سالمة صابة، وربي يعاون الفلاح الكل. الزيت متاعنا هذايا مسؤوليتنا الجماعية، فأكثر دعم لهذا القطاع لأنه قطاع واعد. مرحبا بكم.